تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط موظف بنادي جمارك الغردقة وآخر بدون عمل أثناء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مأمور جمرك بجمارك مطار الغردقة الدولي مقابل تسهيل تهريب كميات من الأدوية والمنشطات الجنسية المحظور دخولها البلاد والقادمة من دولة تركيا. كما تم ضبط البضائع المراد تهريبها بصحبة أحد الركاب أجنبي الجنسية وتبين أن إجمالي قيمتها حوالي 1.5 مليون جنيه، وجري العرض على النيابة العامة لأعمال شؤونها.